الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم إنا
قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه كعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ به منك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضارا الا هديته، ولا عدوا الا خذلته، ولا تائبا الا قبلته. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا لا يهدي لأحسنها إلا
سيئها إلا أنت رب اصرف عنا عذاب جهنم رب اصرف عنا عذاب جهنم إنها ساءت مستقرا ومقاما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا من كل هم فرجا اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله لقلوبنا شفاء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا يا كريم اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا يا كريم اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير
أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كربات يوم القيامة، ونجنا من كربات يوم القيامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين. اللهم واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شرفة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واجبر كسرنا وفك أسرنا يا أرحم الراحمين، وحرم على النار أجسادنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ومجاورة الأنبياء، والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض يا رحمن، يوم العرض عليك يا رحمن. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لم تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامه، واجعلهم وأموالهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فنحن دعوناك فاستجب لنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق ملكنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقه اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقه اجتنابه يا أرحم الراحمين. اللهم عجل له بالشفاء العاجل يا رب العالمين. ربنا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.